اوكي، هلا اول شيء رح نحكي عنه هلا هون الدايودز. قبل ما نبلش بالدايودز رح نحكي عن التايبس اوف ماتيريالز، عشان الدايود هو سيمي كوندكتور، فرح نبلش بالتايب اوف ماتيريالز اول شيء. في عندنا الكوندكتورز، الكوندكتورز عندهم الكوندكتيفيتي فيري لارج، والريزيستيفيتي تاعته كتير لو. النوع الثاني اللي هو انسوليترز، الانسوليترز عكس الكوندكتورز، الكوندكتيفيتي عنده فيري سمول والريزيستيفيتي تاعته فيري لو. هلا النوع الثالث اللي هو اللي بيجي ان بتوين كوندكتورز وانسوليترز، اللي هو سيمي كوندكتورز بسموه. والليفل اللي بيكون تاع الريزيستيفيتي الكوندكتنس تاعته بتكون ان بتوين، يعني لا فيري لارج ولا فيري سمول، ميديوم. هلا الدايودز اللي راح نحكي عنهم هن بتكون من سيمي كوندكتورز، فالدايود هاي راح يكون سيليكون او راح يكون جرمانيوم. بس قبل ما نحكي على الدايود راح نحكي عن الاشي بسموه البي ان جنكشن، عشان الدايود كمان هو بيتكون من البي ان جنكشن. في جنكشن كتار بتكون عبارة عن بي ان، وعندنا جنكشن بتوين. هلا هاي الجنكشن بتتكون من ام موبايل، يعني ام موبايل يعني ما بتحركوا عن جهة البي، راح تكون ام موبايل الكترونز، وعن جهة الان راح تكون عندنا من ام موبايل هولز. هلا لحديت هلا احنا ما ركبناها على باتري، يعني مش هتكون بايوس. لما ركبها على باتري رح تصير بايست الجنكشن. هل في عندنا نوعين من البايسنج، عندنا يا ريفيرس يا فورورد. الريفيرس بكون بهالشكل، سوري الفورورد بكون بهالشكل. على بهاي الحالة ما دام ركبنا الباتري بهذا الاتجاه، البوزيتيف راح يعمل اتراكشن للنيجاتيف بجهة البي، مش الام موبايل راح يعمل للموبايل الكترونز انه اتراكشن، فراح يصير عندنا هون كله نيجاتيف. وبهذا الشكل راح يصير يتحرك عندنا كرنت بهذا الاتجاه اي هول. بالنسبة للنيجاتيف راح يعمل اتراكشن للبوزيتيف، بس الموبايل بوزيتيف، راح تكون عندنا اتجاه كرنت بهالاتجاه. فاتجاه الكرنت راح يكون بال سوري اتجاه الكرنت راح يكون هون اتجاه الاي الكترون، وهون اتجاه الاي هول، فاتجاه الكرنت راح يكون بهالاتجاه.
فبهاي الحال لما يصير ان اتراكشن لهون واتراكشن من هون فبتتحرك النكرت ما عم تكبر بي ان جنكشن، البي ان جنكشن عم تصغر ان بتوين البي والان، فهذا بسموه فورورد بايس. هلا نروح على الحالة الثانية اللي هي الريفيرس، الريفرس بيكون نفس الاشي بس اتجاه البات اللي ركبناها بيكون بالعكس. هلا بهاي الحالة النيجاتيف رح يعمل اتراكشن للبوزيتيف هون ورح يسيب حواليه هون بس نيجاتيف بهاي الجهة، وهون رح يعمل اتراكشن لايش؟ للنيجاتيف، رح يسيب هون بوزيتيف، فكل البوزيتيف هذول موبايل رح يتجمعوا هون، رح يتجمعوا هون، رح يكبروا لنا الديبليشن ريجن الجنكشن اللي هون، فكل ما كبرت عم بصير عندنا ريفيرس مش عم بتمر كرنت، فبهاي الحالة بتصير ريفيرس بايس وبصير الريبرزنتيشن لها زي اوبن، عم بتحط مكان الجنكشن اوبن اوبن سيركت، وبحالة الفورورد بنحط مكان الجنكشن باتري وسمول ريزيستنس، والباتري بتعتمد اذا حسب نوع السيمي كوندكتر اذا كان سيليكون او جرمانيوم، اذا كان سيليكون راح تكون تقريبا 0.7 فولت، اذا كان جرمانيوم راح يكون تقريبا 0.2 فولت، بيعتمد هذول بيكون جيفن فاليوز. وهاي الار اف اللي هي بسموها الار تاعت الجنكشن بتكون فيري سمول، بالعاده بيعملوا لها اجنور. هلا خلينا نمشي على الدايود. الدايود الشكل تاع الدايود بهالتالي هو عباره عن تي ان جنكشن، هاي البي جهة البي هون بتكون وجهة الان هون بتكون، والكرت بتكون في ماشي فيها اي دايود، وهذا النود بسموه كاثود وهذا النود بسموه انود. هو دايود نفس الحالة البي ان جنكشن، يا بتركبه فورورد يا ريفيرس، بيعتمد على البايسنج اللي انت معطيه. فإذا ركبناه فورورد تحكي راح نعبر عنه بسمول باتري اللي هو 0.7 إذا كان سيليكون، وإذا ركبناه ريفيرس راح نعبر عن الدايود أوبن سيركت. والكاركترستيك جراف تاع الدايود بيكون بهالشكل. لو ترسم جراف بتوين الكرنت الماشي على الدايود والفولتج الماشي على الدايود هيجي بهالشكل. هلا هون هاي ال V maximum اللي حكينا عنها اللي هي تقريبا بتكون 0.7 إذا كان مثلا سيليكون، وهون هلا هون بسموها هلا بيمشي في كرنت بيمشي بالنيجاتيف بس كتير فيري سمول هاي الكرنت اللي هون، في عندي شيء بسموه بريك داون فولتج أو بيك انفرس، عند هاي الفولتج إنه خلص بتنزل الفولتج بصير بالنيجاتيف أكثر بريك داون فولتج.
هلا ايش المهم بالدايود؟ هلا بنركب سيركت دايود، اول شيء بدك تكون عارفه كيف تلاقي اذا الدايود اون ولا اوف، هل الدايود شغال ولا طافي. فراح نحط اكزامبل، هو هذا الاكزامبل. اللي هو المعطيني اياه جيفن بالسؤال انه ال Vx عبارة عن 0.5 فولت وال V بتاعت الدايود تقريبا 0.6 فولت سيليكون دايود، وال RF رح تكون عبارة عن 20 اوم. هلا بهاي الحالة احنا مركبينهم باتجاه الفورورد، لو تلاحظوا انه هاي البوزيتيف عند ال P جنكشن والنيجاتيف عند ال N جنكشن، فهيك احنا مركبين دايت فورورد. بس هلا بدنا نشوف هل هو شغال اون ولا اوف. فحكينا احنا بحالة الفورورد بايس بنعوض مكان الدايود ريزيستنس وباتري، فراح تصير شكل السيركت الاكويفالنت سيركت بهالشكل. هلا عشان نعرف الدايود اذا هو اون ولا اوف بدنا نلاقي الكرنت، واذا الكرنت طلع الكرنت الماشي بالدايود، اذا الكرنت طلعت بوزيتيف معناته الدايود اون، واذا الكرنت طلعت نيجاتيف معناته الدايود اوف. فبهاي الحالة بنمشي كيرش اوف فولتج لو بهذا اللوب، فبتصير عندنا السيركت بهالشكل ماينس في اكس زائد اي دايود في ار اف زائد في دايود اون زائد اي دي في ار. الحين بدنا نلاقي الاي دي، فالاي دي راح تكون عندنا عباره عن في اكس ماينس في دايود على ار اف زائد ار. هذا الفي اكس عندنا اياها 0.5 فولت، والفي دايود عباره عن عندنا اياها 0.6 على 1020. فبهاي الحاله راح تطلع عندنا نيجاتيف، فبهاي الحاله الدايود عندنا مش شغال اوف، دايود اوف. ايش يعني الدايود اوف؟ يعني انت مش الدايود مش واصله فولتج اللي يقدر يشغله. المينيمم فولتج عشان يقدر يشغل الدايود اللي هو 0.7. راح اعطي اكزامبل ثاني يكون فيه الدايود اون. الاكزامبل بهالشكل راح يكون، وبهاي الحالة عامل اجنور للارف عشان نعتبره كتير صغير. فبنيجي الاكويفالنت سيركت بهالشكل، بتصير هاي العبارة هاي ال 2 فولت عبارة عن باتري بهالشكل، طالع لنا 5K.
فالإكويفلنت سيركت لهي راح يصير بهالشكل. والدايد المستخدمينه هون سيليكون معطينا الإكويفلنت فولتج لأنه للدايد الفي دايد معطينا إياه given 0.6. فلا إحنا دلائل الكرن زي ما حكينا الماشي بالدايد. فلو نعمل كيرشوف فولتج لو على هذا اللوب راح يصير بهالشكل نيجاتيف 2 فولت زائد اي دايود في 5K زائد في دي اللي هي في دايود زائد 20K في اي دايود ماينس 8 يساوي عندنا 0. ف لو نلاقي الاي دايود هون راح يصير بهالشكل 2+8 -0.6 على 5K+20K. فبهاي الحالة راح تطلع عنا ال ID positive. مدام ال ID positive معناته الدايود is on. بهاي الحالة قدرنا نعرف هل هو الدايود on ولا off. بعد ما عرفنا السيركت تحت الدايود كيف نعرف ولا اون ولا اوف رح نمشي على الابلكيشنز للسيركت عين الدايود. فواحد من الابلكيشن تحت السيركت عين الدايود اللي هو ريكتيفاير. في عنا يا هاف ويف ريكتيفاير او فول ويف ريكتيفاير. فالهاف ويف ريكتيفاير بتكون شكل السيركت. اول شيء هنبلش بالهاف ويف ريكتيفاير سوري. والهاف ويف ريكتيفاير بتكون شكل السيركت بهالشكل. هون في عندنا في انبوت الداخل من هون داخل من جهه الفي 1 بعدين داخل على ترانسفورمر بعد الترانسفورمر داخل عندنا على الدايود والاوتبوت راح نحسبه على الار لود. فاول شيء في عندنا الايكويشن تحت الترانسفورمر اللي هي بهالشكل في 2 على في 1 يساوي ان 2 على ان 1. فاذا بدك تلاقي الفي 2 راح تكون الايكويشن تحت بهالشكل ان 2 على ان 1 في 1. هاي الايكويشن تقدر تلاقي فيها الفولتج الاوتبوت تاعت في 2. هلا بعد ما يمر على في 2 هل في عنا اتجاهين للكرنت. يا اذا دخلنا ساينوسويد سوري اذا دخلناها ساينوسويد اللي عند الفي انبوت عندنا فولتج داخل بالبوزيتيف وفولتج داخل بالنيجاتيف. فخلينا نعتبر ناخذ جهه جهه لحال. اول شيء جهه البوزيتيف. جهه البوزيتيف راح تعطينا الاوتبوت كمان جهه البوزيتيف هون. فلو نطلع هون الدايت فورورد حكينا الدايت فورورد راح يعطينا باتري. فراح يصير الماشي بس الفولتج الاوتبوت اللي هون راح تنقص هذا الفولتج 2 من ال 0.7 تاعت الدايود. فيعني الاوتبوت فولتج اللي راح يطلع هون راح يطلع انه عباره عن نقص الفولتج اللي هون نقص سوري الاوتبوت فولتج هون عباره عن يعني هي فولتج ديفيجن تقدر تستخدم او تقدر تنقص بس الفولتج 2 اللي هون اللي جاي من هون نقص منها بس الفي تاعت الدايود اللي هي تقريبا راح تكون 0.6. وإذا بدك تلاقي الكرنت راح تكون عبارة عن نقص هدول 2 فولتجز على الأرض على الار ال. بهي الحالة بتلاقي الاي دايود وبتقدر تثبت انه الاي دايود انشغال بالاون. هلا خلينا نحكي جهة البوزيتيف. جهة البوزيتيف راح يمر لانه الدايود شغال فورورد هاي البي جنكشن وهي الان جنكشن. فجهة البوزيتيف اوتبوت عندنا راح يمر. هلا جهة النيجاتيف راح يصير عندنا ايش الانبوت زي هيك هي دخلنا نيجاتيف راح يطلع لنا اوتبوت كمان بالنيجاتيف.
فالاوتبوت بالنيجاتيف راح شغلنا الدايود ريفيرس، واذا ريفيرس الدايود راح تكون عندنا السيركت اوبن هون، واذا السيركت اوبن هون الفي اوتبوت راح تكون عندنا زيرو، راح يصير عندنا الاوتبوت زي هيك نص ويف بعدين زيرو. هلا برد ترجع بوزيتيف ترد تعطينا زي هيك، فاخر شيء الجراف راح يعطينا اياه بهالشكل بيكون. وبهذا الشكل عملنا ريكتيفيكيشن للنيجاتيف بارت من ال من الويف، من الانبوت ويف، عشان هيك سماها هاف ويف ريكتيفاير، عمل لبس لهاف الويف. ريكتيفيكيشن معناها انه بدوش نيجاتيف بارت. هلا بدنا نروح على الابلكيشن اللي بعديه اللي هو فول ويف ريكتيفاير. في الويف ريكتيفاير في عنا تو سيركتس، في عنا سنتر تاب فول ويف ريكتيفاير، وفي عنا فول بريدج فول ويف ريكتيفاير. فراح ناخذ التو سيركتس، راح نبلش اول شيء بالسنتر تاب. السيركت تاعتك بهالشكل، هذا الشكل السنتر تاب. هلا بالسنتر تاب عندنا في انبوت هيها، وهي الفي 1 وهي الفي 2. فالفي 1 راح تكون عباره عن في انبوت، وبنستخدم كمان مره الكويج تحت الترانسفورمر عشان نلاقي الفي 2. بس هالمره راح نمشي نشوف هل هو راح يمر بوزيتيف ونيجاتيف ولا بس بوزيتيف. فبنمشي بجهه البوزيتيف، مره بوزيتيف مره بوزيتيف، راح يمر عندنا هذا الدايود راح يمر لنا لجهه البوزيتيف، فراح تمشي الكرنت زي هيك وتروح على الار ال على الار ال. فبهالحال مرت عندنا جهة البوزيتيف. هلا بجهة النيجاتيف رح ندخل مثلا هاي النيجاتيف وهي النيجاتيف. هلا هي هون نيجاتيف، بس هذا الدايود رح يمر لنا اياها زي كنا بايش اتجاه الكرنت بوزيتيف، فهذا الدايود شغال فورورد وهذا الدايود شغال ريفيرس، فرح تمشي الكرنت هيك، فرح يصير عندنا تو ويفز داخلين زي هيك. يعني جهة النيجاتيف صارت بوزيتيف لانه هاي هذا الدايود صار فورورد مشينا الكرنت زي هيك. فبهاي الحالة بحالة السنتر تاب رح يصير عندنا فول ويف ريكتيفاير. هاي الاوتبوت تاعها رح يكون زي هيك، كله عنده بنفس طبعا الفي بيك، كلياته بنفس الفي بيك، وبطل عندنا نيجاتيف. فبنلاحظ انه بالسنتر تاب انه صار عندنا الويف جهة كمان النيجاتيف موجودة، بس صار لها ريفليكشن على البوزيتيف. هلا في شيء ثاني لازم تعرف تحسبه اللي هو بسموه في افريج. والفي افريج الايكويشن تاعته 1 اوفر 2 باي انتجريشن الفي تي دي تي. وخلينا نفرض انه الاوتبوت اللي طلع معنا من السنتر تاب بهالشكل، هذا الريزلت راح يكون من الدايود الاول وهذا الريزلت راح يكون من الدايود الثاني، وهي خلينا نفرض البيريد اوفر 2 وهي التوتال بيريد، هاي في اوتبوت وهي التايم. فهاي الحاله كيف راح نحسب في افرج؟ في افرج راح يكون عندنا 1 اوفر 2 باي ان انتجريشن. هلا اول هاف بيريد راح تكون من الدايد الاول، راح تكون عباره عن في ماكس ساين دبليو تي، والثاني هاف بيريد هي باي اوفر من باي ل 2 باي، هي راح تكون عندنا من الدايد الثاني راح تكون نفس الشيء في ساين الاوميجا تي دي تي.
فالانتجريشن تاع السن اوفر بيريد كامله راح يكون عندنا 1، فراح تطلع بنقدر نطلع الفي ام برا لان هي كونستانت، وهي 1 راح يصفي عندنا في ام، وهون كمان في ام، فراح يصير عندنا 2 في ام. وهيك بكون خلصنا السنتر تاب سيركت. راح نروح على السيركت اللي بعديه اللي هي فول بريدج. الفول بريدج سيركت راح تكون بهالشكل. فعنا الفي انبوت هون، هلا اذا الفي انبوت هي ساينوسويدال ويف، فبجهة البوزيتيف الفي انبوت تدخل على ترانسفورمر، والدايودين اللي بكون شغالين اللي هم هذا الدايود و هون سوري كمان في زي جراوند وهذا الدايود، فعنا تو دايود شغالين، هذا الدايود وهذا الدايود، فبتيجي الكرب بتمر بهالشكل، بتيجي بتروح تزرع الدايود نازل على جراوند، وهي زي كنا راكبة زي كنا لوب واحد، بتمشي زي هيك وبتكمل. هاي اتجاه الكرنت، بس هون راح نقص الفولتج اللي طالع هون، راح نقص من 2 في دي اون، لانه عندنا هذا الدايت شغال وهذا الدايت شغال، فراح تصير الفي 2 اللي طالعه راح نقصها من 2 في دي. فبهاي الحاله مرقنا كرنت بجهه البوزيتيف، بجهه النيجاتيف راح تدخل لنا دايت زي هيك، سوري وهي كمان نيجاتيف، فالكرنت رح تمشي عنا بهالاتجاهات، هذا الدايت شغال وهذا الدايت شغال، فرح تيجي عنا اتجاه الكرنت بهالشكل، سوري هذا وهذا الشغال، فاتجاه الكرنت انه بدخل باتجاه المعاكس، وهدول تو دايت شغالين. خليني اعيد اخر سيركت احسن، اقطع عادي، خليني اعيد اخر سيركت احسن، لخبطت بالرسم.